Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة. Aujourd'hui on va réviser ensemble une nouvelle règle grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض على درس مهم جدا وقاعدة أهم وغاية جدا لأنها قاعدة أساسية في تعلم اللغة الفرنسية. À savoir le verbe ER. Le verbe ER. طبعا لو فيرب ER ده مش عنوان درس النهاردة. عنوان درس النهاردة هو لو فيرب دو بروميي جروب، أي فيرب الفيرست جروب أو البروميي جروب المجموعة الأولى. أما أقول لو فيرب ER معنى كده إن ER دي علامة مميزة للفيربات اللي أنا هدرسها النهاردة، بمعنى إن لو فيرب ER هو أي فيرب آخره ER. يبقى احنا النهارده بنتكلم عن لو فيرب دو بروميي جروب، فيربات المجموعه الاولى اللي بتحتوي او بتضم كل الفيربات اللي اخرها ER. طيب باغ اكزومبل امول مثلا زي ما اقول فيرب اشتي، اشتي اشتري، زي ما اقول مثلا فيرب ايكوتي، ايكوتي يسمع، زي ما اقول مثلا فيرب دونسي، دونسي دونسي يرقص، او فير روغاردي، روغاردي يشاهد، فير ايمي، ايمي ايمي يحب، زي ما نقول فير باغلي، باغلي باغلي يتحدث او يتكلم. عندي برضه مالي فير شانتي، شانتي شانتي يعني يغني. فيرب ناجي، ناجي ناجي يعوم او يسبح. عند فيرب دوني، دوني دوني يعني يعطي. عند فيرب كومونسي، كومونسي كومونسي يبدأ. أو فيرب جوي يلعب، جوي جوي يعني يلعب. وعندي فيرب مونجي يأكل. أول حاجة ملاحظة إن الفيربات دي كلها آخرها إيغ. طيب تاني حاجة الإيغ دي بنطقها إي زي أش تي، إيمي بارلي دونسي شانتي مونجي إيكوتي وهكذا. طيب دي بس لا طبعا الفيربات كتيره جدا، بس دي طبعا بعض الامثله عليها. لازم وانا بتكلم على القاعده يبقى اعرف الامثله اللي عليها كويس جدا. الوغ يبقى احنا النهارده لو فيرب ار هو اي فيرب اخره ار. باغ اكزومبل زي برضه ما اقول مثلا فيرب ادوري، ادوري ادوري يعني يعشق، بيحب الحاجه كتير. فيرب اكسبتي، اكسبتي accepte يقبل او يوافق على، زي فيرب apporter، apporter apporter يحضر، بيحضر شيء شيء ما. فيرب assurer، assurer assurer يؤكد على. او فيرب مثلا detester، detester detester يكره. فيرب to hate. بلا برضه فيرب مثلا aider، aider aider فيرب to help يساعد. او فيرب مثلا ابلي، ابلي ابولي، ابولي ينادي على او يستدعي. بلا فيرب بريي، بريي 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 يعني يلمع، تلمع او تشرق. عند فيرب بريفيري، بريفيري 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 يفضل. أو ملامس مثلا فيرب أجوتي، أجوتي أجوتي يضيف، بيضيف حاجة أو بيزود حاجة. فيرب أجوتي. بلاي برضو عندي فيرب باغ اكزومبل أغيفي، أغيفي أغيفي يعني يصل. ولا فيرب شانجي، شانجي 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 يغير. يبقى احنا بنتكلم على لو فيرب ار لازم بعرف أمثلة. أقول لك مثلا كده اديني فيرب ار كده، هتقول لي اكسبتي، ادوري، ايمي، ايدي، ديتيستي، بريفيري، اجوتي وهكذا. تبقى عارف معنى الفيربات دي كويس جدا.
بنكمل برضو ونستعرض الأمثلة على الوفاب وإخ، بلاقي فيرب شيخشي 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 يبحث، بلاقي فيرب continuer 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 يستمر أو يواصل، بلاقي فيرب posséder 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 يتمتع بي، بلاقي فيرب payer 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 بيي يدفع، بلاقي عند فيرب كونتي 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 يحاسب بيحاسب او بيحسب او بيعد بيعد حاجة، يبقى ملاقي فيرب اسمه كونتي يحسب بيعد، كونتي بيحسب او يعد. عند فيرب ديسيدي 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 يقرر قرر ان، عند فيرب بوختي 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 يلبس يرتدي يشيل يحمل يشيل الحاجة، فيرب بوختي، بل عند فيرب باسي 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 يعني يمر أو يقضي، بل هي برضو فيرب كريي 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 يصرخ، أو عليه مثلا فيرب دوموندي 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 يسأل أو بيطلب الحاجة، يسأل أو يطلب، بل هي فيرب بونسي 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 يفكر بيفكر في حاجة، بلاقي فيرب اوبليي 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 يعني ينسى بينسى الحاجة، بلاقي برضو عند فيرب دي كلها أمثلة على الفيرب او اغ، فيرب مونتري 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 بيوضح يفسر حاجة الحاجة، بس هي طبعا مونتري يوضح، بلاقي عند فيرب غانيي 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 يعني يكسب او يفوز، بلاي فير فرابي 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 بيدق بيضرب بيخبط، فيرب فرابي، بلاي عند فيرب اكسبليكي اكسبليكي يشرح، مثلا البروفيسور اكسبليك لا لوسون المدرس بيشرح الدرس، اكسبليكي يشرح، بلاي عند فيرب مونتي 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 يطلع يطلع سلم يصعد سلم يرتفع او يركب حاجة يركب عجلة يركب عربية، فيرب مونتي، بلاقي عند فيرب غاردي 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 يلتزم بي او يحرس يحمي، فيرب غاردي، بلاقي عندي برضو فيرب فيرمي 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 يغلق او يقفل او بيقفل الحاجة، زي ما انتم شايفين او ار بنطقها اي، بلاقي عندي برضو وليكن فيرب اسيي 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 يحاول اسيي بيحاول حاجة، فيرب مارشي 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 يمشي، بلاقي عندي برضو فيرب جوتي 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 بيقذف او بيرمي او بيلقي بالحاجة، بلاقي عندي فيرب اكسبريمي 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 يعبر عن اكسبريمي بيعبر، بل عند فيرب انفويي انفويي يرسل او بيبعت رساله او بيبعت حاجه، انفويي 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 يرسل، برضو مكملين لسه في استعراض الامثله على لو فيرب او ار، فيربات كتيره جدا طبعا، دي اشهر الفيربات اللي بتتكرر، فيرب انتري 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 يدخل، بلاقي عند فيرب برضو برونونسي 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 بينطق او بيلفظ الحاجه، فيرب رونكونتري 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 يقابل بيقابل حد، بلاقي عند فيرب ريستي 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 يبقى يظل، عند بلاقي فيرب بريباري 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 يجهز او بيعد، بلاقي فيرب كيتي 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 يغادر او يترك مكان، بلاقي فيرب رونتري 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 يعود او يرجع، بلاقي برضو عندي فيرب ريفي 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 يعني يحلم او يأمل،
بيحلم. بل عند الفيرب بريزونتي 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 يقدم بيقدم حاجة. بل عند الفيرب رفوزي 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 بيرفض بيرفض الحاجة. رفوزي رفوزي بيرفض. بل عند الفيرب ريبيتي 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 يكرر بيكرر جملة أو بيكرر حاجة. فيرب ريبيتي 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 يكرر. بل عند الفيرب تومبي 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 يقع أو يسقط تومبي. طيب دي كلها زي ما قلنا سلسلة من الفيربات اللي آخرها إيه؟ يقع. يبقى أنا النهاردة الدرس الأساسي النهاردة أنا بتكلم عن الفيرب. فيرب الإيه؟ لو فيرب دو بروميي جروب لو فيرب دو بروميي جروب. طيب إيه العلامة المميزة للقاعدة بتاع النهاردة؟ إن هي فيها كل الفيربات اللي آخرها إيه؟ يقع يقع. طيب إزاي أقدر أصرف فيرب يقع؟ يعني أصرف يا مستر مش فاهم. كلمة أصرف اللي هي كونجوج واللي كده كونجوج لو فيرب أو بريزون صرف الفيرب ده في البريزون. صرف الفيرب يعني مديني فيرب يقع عاوز أعمله مع جو يعني أنا تو أنت إيل هو إل هي نو إحنا فو أنتم إيل أفيك إس إل أفيك إس زي للولاد والبنات اللي هم وهن. طيب مديني فيرب يقع اللي ما فيش مشكلة خالص زي بارلي ايمي اي فيرب او اغ بعمل ايه؟ قال لي اول حاجة اللي بالنسبة للفيرب او اغ عشان اصرفه قال لي لازم اكنسل. ها بكنسل الايه؟ او اغ بحذف. طب وبعدين بقى انا دلوقتي هو تولاد جايب لي فيرب مسحت او اغ حذفتها. طب بعدين قال لي في ترمينيزون نهايات انا بضيفها ترمينيزون نهايات بضيفها بدل اللي حذفت. انا حذفت حاجه هحط حاجه بعدها او بدلها. يبقى انا دلوقتي حبايبي لو فيرب اغ انا هكنسل الاو اغ هحذف الاو اغ همسحها وبعد كده في حاجات بضيفها. قال لي مع جو جاجوت او بضيف او مع تو جاجوت او اس بضيف او اس مع الايل والال الاثنين واحد بضيف او مع نو جاجوت او ان اس مع الفو جاجوت بضيف او زد مع الالافيك اس والالافيك اس بضيف او ان تي. هو ده ملخص الدرس. دي القاعده اللي تتحفظ بقى. يبقى انا دلوقتي بعد يا اولاد ما بحذف الاو اغ في الفيرب عندي بعد ما بحذفها بضيف ايه؟ بضيف في ترمينيزون بضيفها ازاي؟ مع جو او مع تو او اس مع الايل والال او مع نو او ان اس مع الفو او زد مع الالافيك اس والالافيك اس ENT. طيب نشوف الكلام ده مع فيرب ونشوف ازاي اقدر انطق الفيرب. وليكن فيرب بارلي بارلي يتحدث او يتكلم. جايب لي الفيرب ده يقول لي اعمل الفيرب ده او صرفه. كونجوج لو فيرب بارلي او بريزون صرف فيرب بارلي في البريزون. خد بالك السؤال بيجي لي ازاي كونجوج لو فيرب. طيب ها انا هسالك سؤال بقى. انت الفيرب ده اسمه الاول اسمه بارلي. يعني ايه بارلي؟ يعني يتحدث او يتكلم. شايف الفيرب ده اخره ايه؟ اغ. يبقى ده فيرب اغ. اعمل ايه بقى؟ بكنسل وبحذف الاغ واضيف الترمينيزون اللي هي الكلمات اللي هي باللون الابيض ده. شايفينها؟ تمام كده. جو بارل انا اتكلم. تو بارل انت تتكلم. ايل بارل هو يتكلم. ال بارل هي تتكلم. اون بارل on parle. كلمة on البخونو ده يعني الناس يعني هم يعني طول موند طبعا بيساوي il equal il في الفيرب يعني بيساوي il في شكل الفيرب. nous parlons نحن نتكلم. vous parlez أنتم تتكلمون. il parle elle parle هم أو هن يتكلمون. طيب يبقى je بتاخد e tu es il و el e نو او ان اس فو او زد الى فيك اس ولا فيك اس او ان تي. طيب ازاي انطق الفيرب بقى؟ بص الحاجات اللي انا ضفتها الترمينيزون اللي هي باللون الابيض دي اللي انا زودتها ما بنطقهاش. انا بس بنطق النو او ان اس بنطقها او والفو او زد بنطقها اي. زي ما اقول مثلا كده بصوا تاني جو بارل تو بارل
il parle، ما نطقتش حاجة، ما نطقتش ال e، أنا وقفت عند ال l. الناحية التانية nous parlons، نطقت ال ايه ال on، او ان اس انا نطقتها on. nous parlons vous parlez، نطقت e z e. il avec s ولا avec s، il parle elle parle، ما نطقتش ال e n t. autre exemple، مثال آخر وليكن verb، ها اسمه ايه؟ برافو، danser. danser يرقص. Nous lui conjugue le verbe danser au présent. Ça sera le verbe danser fait le présent. Aouil haga danser yani yarkos. Danser akhroe er. Ha cancel el er. Ou ça sera fait le verbe. Hey, bah, keda. Je danse. Tu danses. Il danse. Elle danse. On danse. Nous dansons. Vous dansez. Il danse. Elle danse. تمام كده. يبقى انا يا ولاد كنسلت الاو ار وزودت التيرمينيزون النهايات اللي هي باللون الابيض، اتفقنا؟ ما بنطقهاش، يعني بقولها جو دونس ما بنطقش الاو، تو دونس ما بنطقش او اس، ايل ال دونس ما بنطقش الاو، نو ها دونسون، هنا بقى نطقت الاو لسه نطقتها اون، فو دونسي نطقت الاو زد، ايل ال دونس نطقت هنا طبعا ما نطقتش او ان تي. اوتر اكزامبل فيرب، برافو، اسمه الفيرب ها شونتي، يعني ايه شونتي؟ برافو، يغني، شاطرين جدا. طيب الفيرب ده اخره او ار، اصرفه ازاي بقى؟ برافو، بكنسل، بحذف، بمسح الاو ار، هيتبقى لي كلمه شونت، اضيف عليها بقى الايه؟ النهايات اللي انا عارفها. يبقى النهايات دي حفظناها تيرمينيزون، نهايات، ليه سموها نهايات؟ عشان هتيجي في اخر الفيرب. Verbe. Je chante. Tu chantes. Il chante. Elle chante. On chante. Nous chantons. Vous chantez. Il chante. Elle chante. Autrefois, je répète le verbe chanter au présent. Je chante. Je chante. Tu chantes. Tu chantes. Il chante. Elle chante. On chante. Nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Autre verbe. Verbe aimer. Verbe aimer, yani yuhib. نفس النظام يا حبايبي. Aimer, elle aimer, yani yuhib. Aimer, akhro, er. Bakansel, el er. Wadif, l'eba, innahayat. بصوا كده معايا. أول جملة خالص مع جو بقولها ايه؟ جيم، انا احب. ايه حكاية الابوستروف الموجودة؟ فين جو؟ قال لي في قاعدة معروفة يا ولاد، انا عندي جو، جو لو جاي بعدها فيرب او ار، قال لي انا بحذف الاو وبحط بدلها ايه؟ ابوستروف، هتبقى جي ابوستروف مش جي او، يعني جو هتبقى ج ج ج. يبقى تاني، طب واحد يقول لي يا مستر طب ما هي تو الاو فويل، الايل والال برضو اخرها او فويل. قال لي لا، انا بتكلم هنا فقط على ايه يا ولاد؟ بتكلم على جو، انا هنا هغير بس جو. يبقى تاني خلي بالي يا حبايبي، هنا في لو كان عندي الفيرب بيبدا بليتر فويل وعايزه مع جو، قال لي بغير جو هتبقى جي ابوستروف، طبعا ده لتر جي هتبقى جي ابوستروف. طيب ولا اكن الابوستروف ده موجود، اقرا الفيرب عادي، يعني محدش يقول لي ج ام ولا جو جو ام، لا هي على بعضها جيم. يبقى فيرب ام ايمي يحب، جيم جيم، تو ام تو ام، ايل ام ال ام، اون ام نوزيمو فوزيمي، ايل زم ال زم. autrefois je répète le verbe aimer. J'aime, 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 j'aime. Tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes. Il aime, il aime, elle aime, elle aime. On aime, on aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. طب انا ملاحظ حاجه، ملاحظ حاجه مع النون
والفو ودي لافيك اس ودي لافيك اس، هنطق الاس زد عشان الفيرب بعدها فويل. مش هقول هقولها مثلا، مش هقول نو ايمو، لا نوز. مش هقول فو، هقولها فوز، ايلز، ايلز. خلاص يعني اقولها مثلا تاني، جيم تو ام ايل ام ايل ام اون ام نوز نوزيمو فوز فوزيمي ايلز ايلزام الزام. اوتر فيرب فيرب عندي فيرب ولا فيرب ايه؟ ايكوتي 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 يسمع ايكوت اسمع ايكوت. طيب نفس النظام، ايكوتي فيرب ها يسمع اخره او ار، هحذف الاو ار واضيف النهايات اللي هي باللون الابيض تيرمينيزون اللي انا عارفها. كلمه تيرمينيزون نهايات، سموها نهايات عشان بتيجي في اخر الكلمه او اخر الفيرب. طيب انا عندي الفيرب بيبدا بلتر فويل، لا لتر او. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي لو عندي جو طبعا هتتغير الى جي ابوستروف، جي ابوستروف. يبقى انا عندي جو، جو بغيرها الى يا اولاد جي ابوستروف. طب ليه؟ قال لي عشان اللي بعدها بيبدا بفويل، وده مع جو بس بيبدا الفيرب زي ما هو كده. جيكوت جيكوت، اه محدش يقول لي جو ايكوت خلاص، لا اكن الابوستروف مش موجود، انطق الفيرب عادي. جيكوت تو ايكوت، تو ايكوت il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. تاني j'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute. اركز بقى فين؟ في اخر ثلاثة دول. nous nous écoutons, vous vous écoutez, ils écoutent, elles écoute. Autre verbe, verbe regarder. يعني regarder. Regarder, watch. بيشوف يشاهد الحاجة. طيب نفس النظام، verbe regarder يعني يشاهد يا ولاد. verbe آخر ER، بكنسل ال ER وأضيف النهايات اللي نعرفها. je regarde. je regarde. je regarde. tu regardes. il regarde, elle regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. واحد عارف القاعدة هيضيف الترمينوزو صح، بس مش بعرف يقرا الفيرب، يبقى ما عملناش حاجة، دي لغة. طيب الحاجات اللي أنا بضيفها اللي باللون الأبيض دي مش بنطقها، حاجتين اتنين بس اللي بنطقها، برافو يا هما الـ ONS بنطقها أون، الأزيد بنطقها اي. اوتر فوا جو روغارد، تو روغارد، ايل روغارد، ال روغارد، اون روغارد، نو روغاردون، فو روغاردي، ايل روغارد، ال روغارد. اوتر فيرب، فيرب جوي، جوي فيرب تو بلاي يلعب، ولو جاء معاه آلة موسيقية يبقى معناه يعزف. خلاص يا حبايبي، فيرب جوي يلعب. نفس النظام، فيرب آخر أو إر، هم همسح هكنسل هحذف زي ما تسميها الأو إر وأضيف النهايات اللي باللون الأبيض التيرمينيزون اللي أنا عارفها. جو جو، تو جو، إيل جو، إل جو، أون جو، نو جوون، نو جوون، فو جوي، إيل جو، elle joue. Autrefois je répète le verbe jouer au présent. Je joue, je joue, je joue, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, il joue, elle joue, on joue, nous jouons, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. Autre verbe فيرب مونجي، يعني مونجي يا ولاد؟ مونجي يعني يأكل، تمام. مونجي يأكل، اسم الفيرب تاني مونجي، مونجي مونجي يأكل، تمام. فيرب اخره يا ولاد او ار. طب بصرف الفيرب عادي؟ ماشي يا مستر، احنا عملنا حذفنا الايه؟
حذفنا الاو اغ وضفت النهايات، تمام. تعال ننطق الفيرب كده، تعال ننطق الايه، اهم حاجه النطق عشان بيحدد لي الفيرب. طيب احنا اللي قلنا الفيرب اسمه ايه؟ مونجي. طب جو مونج، تو مونج، il mange، elle mange، on mange، nous ايه بقى؟ ها مين الشاطر ينطلي نو؟ واحد يقول لي مونجون، طبعا غلط، دي مش مونجون. لا لتر جي بعديه حرف الاو بنطها جو، صح؟ جي بعدها او بنطها جو، ها مونجون مونجون. طب ده غلط ولا صح يا ولاد؟ في حاجه اسمها مونجون يا مستر؟ ما احنا ماشيين على القاعده اهو، الاو اغ شلتها وحطيت او ان اس. طيب ما هو النقط هنا ايه بقى اللي هيطلع لي غلط كبير في الفيرب ده؟ طيب قال لي ما فيش حاجه اسمها مونجو، امال ايه؟ قال لي انا عاوز الفيرب انطقه مونجي. طيب اعمل ايه؟ قال لي هيبقى كده نو مونجو، نو مونجو. ملاحظين حاجة؟ ملاحظين ايه؟ شوفوا كده في الفيرب ركزوا، ها مونج 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 مونج، برافو. لاحظتوا ايه بقى؟ قال لي يا مستر انا لاحظت حاجة، الفيربات يا ولاد اللي اخرها جي، الفيربات اللي اخرها جي زي مونجي مونجي. قال لي وانا بصرفها مع النو اخلي بالي، اجي احط بعد الجي او عشان انطق الجي جي، هتبقى جون. يبقى انا دلوقتي بحط بعد الجي او. طب بس ده مع الفيربات بس اللي اخرها جي ومع نو بس، يبقى الفيربات اللي اخرها جي مع نو بحط بعد جي او. طب ليه حطيت او؟ ايه لازمه الاو؟ قال لي الاو لازمتها بتنطق لي حرف جي جي، ما قولهاش جي، يعني هنا مونجون لا، هتبقى مونجون فو مونجي il mange elle mange. autrefois je répète le verbe manger je mange je mange tu mange tu mange tu mange il mange elle mange on mange nous mangeons vous mangez il mange elle mange. يبقى دي ملحوظه عرفها، الفيربات الاخيره جي اجي مع النو احط بعد الجي او عشان انطق الجي جي، مش هتبقى مونجون هتبقى مون جي. اوتر فيرب، ها مين يرى الفيرب ده؟ برافو، اسمه ايه؟ ناجي ناجي ناجي، يعوم بيسبح، يعوم، فيرب ناجي. طب اصرف الفيرب، صرفه يا مستر سهل جدا. طب تعالى نقرا الفيرب بقى، انا مسحت الاو اغ كنسلتها حذفتها حطيت النهايات اللي هي الترمينيزون اللي باللون الابيض دي، اقرا كده جو ناج، انا اعوم، تو ناج، انت تعوم، ايل ناج، هو يعوم، ال ناج، هي تعوم، او ناج، نحن نعوم، نو ها ناجو. ايه ده؟ استنى يا مستر، يا مستر دي اسمها ناجو. طب لا، هي جي بعدها او بنطقها يا ولاد او، فدي هتبقى جو جو. بصوا نا جو نا جو، فو ناجي، ايل ناج، ايل ناج. طيب قال لي في خطأ هنا يا مستر، ايه الخطأ؟ قال لي ناجون ناجون مكتوبة غلط، مفيش حاجة اسمها ناجون، مين ناجون ده؟ قال لي صح ناجون ناجون. هو عمل ايه؟ ها شايفين عمل ايه؟ برافو. قال لي الفيربات اللي اخرها جي، الفيربات يا ولاد اللي اخرها جي اجي مع النو وانا بصرفها مع النو حط بعد الجي او، حط بعد الجي او عشان انطق الجي جي. ناجون ناجون ناجون. هكرر تاني الفيرب ان فرونسي، فيرب ناجي، جو ناج جو ناج جو ناج، تو ناج تو ناج، ايل ناج ال ناج، اون nage, nous nageons, nous nageons, nous nageons, vous nagez, il nage, elle nage. Autre verbe, ولكن verbe, bravo, اسمه ايه؟ changer, changer يغير، changer بيغير الحاجة. يلا ها نمسح الاوغ وصرف الفيرب، je change, tu change,
il change, elle change, on change, nous nous changons. إذا في حاجة اسمها شونغون، ها شونغون جوم هو جي او بنطقها جو شونغون. طب هو الفيرب اسمه شونجي ولا شونجي؟ شونجي. قال لي خلي بالي يا مستر، انت قلت لي دي هتبقى غلط. ليه؟ قال لي يا مستر هتبقى الصح بتاعها شونجون. طب ليه شونجون؟ قال لي الفيربات اللي اخرها ايه يا ولاد؟ جي. الفيربات اللي اخرها جي زي شونجي، ناجي، مونجي، وانا بصرف الفيرب ده احط بعد الجي E مع نو. نو ناجون، فو عفوا نو شونجون، فو شونجي، إيل شونج، إل شونج. أوتر فوا جو ريبيت لو فيرب شونجي أو بريزون. جو شونج، جو شونج، تو شونج، تو شونج، إيل شونج، إيل شونج، إل شونج، إل شونج، أون شونج، نو شونجون، نو شونجون. Vous changez, il change, elle change. Autre verbe. Voilà comme verbe. Bravo. Corriger. Corriger. يصحح. بيصلح. أو بيصحح الحاجة. أصرف الفيرب عادي جدا هو تولد. Je corrige. Tu corrige. Il corrige. Elle corrige. On corrige. Nous corrigons. Voilà. في حاجة اسمها جون كوريجون، قال لي طبعا غلط يا ولاد، الصح بتاعها ايه؟ نو ها نو كوريجون. عملت ايه؟ قال لي يا مستر الفيربات اللي اخرها جي زي كوريجي، ناجي، شونجي، مونجي، قال لي باجي عند النو وحط بعد جو او، بحط بعد لا لتر جي بحط او عشان انطقها ج ج. Nous corrigeons, vous corrigez, il corrige, elle corrige. Autrefois, je répète le verbe corriger. Je corrige, je corrige, tu corrige, tu corrige, il corrige, elle corrige, on corrige, nous corrigeons, nous corrigeons, vous corrigez, il corrige, elle corrige. Corrige. Autre verbe. Bel et un des verbes est-ce mon? Ah, verbe commencer. 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 يبدأ. Verbe to start. بيبدأ درس، بيبدأ حصة، بيبدأ حياته، بيبدأ حاجة جديدة، بيبدأ يوم اسمه commencer. Verbe commencer. يبدأ. تمام. الفيرب آخر يا ولاد OR. شيل الOR وصرف الفيرب. Je commence. Tu commence. Il commence. Elle commence. On commence. في مشكلة؟ ها؟ مع je، مع je ou tu ou il ou il في مشكلة؟ تاني verbe commencer. Je commence. Tu commence. Il commence. Elle commence. On commence. طب مع بقية الفيربات بلاقي ايه؟ بصوا كده حبايبي. بقية البخونو الضماير. نو commençons. Nous commençons. Vous commencez. Il commence. Elle commence. Elle y a mister fi mushkila. Bous habibi. Nous commençons. Con. Elle y a ana عندي حاجه لازم اعرف. الفيربات اللي اخرها سي. قال الفيربات يا ولاد اللي اخرها سي. اعمل معاها ايه؟ الفيربات اللي اخرها سي زي فيرب commencer. قال لي اجي مع النو وانا بصرف الفيرب. طب انا هنا هقرا السي كا، يعني كومون كون، كومون كون، حرف السي بعدها او هنطقه كا، بس انا ما عايز انطقه اس. انطقه اس ازاي؟ قال لي تعالى الفيربات يا اولاد اللي اخرها سي اجي مع النو وانا بصرف الفيرب احط تحت السي علامه الفايف الصغيره دي. العلامه دي اسمها دي اكسون، اسمها اكسون سي دي، اكسون سي دي. يبقى تاني الاكسون سي دي هي عباره عن فايف صغيره كده بحطها تحت حرف السي عشان انطو اس. مع نو بس يا ولاد هتبقى نو كومونسون، نو كومونسون. بتفكرك بالكلمه دي، بتفكرني بكلمه جارسون. يعني ايه جارسون؟ ولد. طب
مركز ايه اللي في حرف السي من تحت؟ سألت نفسك ليه العلامة دي موجودة؟ ايه اسم الاكسون دي؟ طيب لو العلامة دي مش موجودة كنت هنطقها جاخكون جاخكون. طب انا عايز انطق السي اس، قال لي حط تحتها علامة سي دي فايف عشان انطقها اس. كومونسون جاخسون، نو كومونسون، فو كومونسي، ايل كومونس، ايل كومونس. دي تاني قاعدة من القواعد زي الجي كده، احنا قلنا الفيربات اللي اخرها جي حط بعد الجي او عشان انطق الجي جي. طب الفيربات اللي اخرها سي، قال لي مع النو حط تحت السي علامه السي دي كده، نو كومونسون عشان انطق سي. اوتر فيرب مناسي، 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 مناسي يهدد، بيهدد حد او بيهدد حياه حد. فيرب مناسي، مناسي. بس انا في الفيرب عادي جدا اهوت يا اولاد، جو مناس، تو مناس، il menace، elle menace، on menace. اجي مع النو بقى، قال لي مع النو زي ما اتفقنا يا ولاد هتبقى نو موناكون. ايه موناكون؟ هو الفيرب اسمه موناكي ولا مناسي؟ مناسي. طيب احنا قلنا القاعده ايه بقى معروف؟ ايه القاعده؟ الفيربات اللي اخرها سي، ها الفيربات اللي اخرها سي اجي يا ولاد مع النو واحط تحت السي لاكسون سي دي او علامه الفايف دي عشان انطق السي سي. بدل ما تبقى نو موناكون هتبقى نو مونسون. شايفين الكلمه اللي باللون الابيض؟ مونسون. السي تحتها ايه؟ فايف. ليه حطيت فايف؟ عشان انطق السي اس، نو مونسون، فو مونسي، ايل مونس، ال مونس. طيب اوتر فيرب افير رونفورسي، رونفورسي، رونفورسي يدعم، يقوي، يعزز، يعني بيقوي العلاقه كده وبيقوي الصله. غير رونفورسي، فيرب رونفورسي، خلاص فيرب رونفورسي. اصرف في الفيرب عادي جدا، بصوا جو رونفورس، جو رونفورس، جو رونفورس، تو رونفورس، تو رونفورس، ايل رونفورس، ال رونفورس، اون رونفورس، نو. بصوا كده مع النو، انا هنا مكتوبه نو غنف اللي على الخط الاسود ده العلامه الغلط، خلاص انا هنا هتبقى نو غنفور كون، نو غنفور كون. طب غلط، الصح بتاعها غنفورسون. ازاي بقى؟ فو غنفورسي، ايل غنفورس، ايل غنفورس. قال لي يا مستر انت قلت خلاص بقت سهله جدا يا مستر، ان الفيربات اللي اخرها سي، ها اجي عند السي احط تحتها علامة 5 لاكسون سي دي 5 عشان انطق السي اس. رونفورسون، يبقى نو رونفورسون، فو رونفورسي، ايل رونفورس، ال رونفورس. طيب طيب الفيرب اللي بعد كده، فيرب اسمه يا ولد فيرب الي، الي، الي. فيرب الي، الي يا ولاد يعني ايه الي؟ الي يعني يذهب. يبقى اول حاجه اعرفها هو عندي فيرب الي، الي فيرب تو جو، الي، الي، الي يذهب. طيب الفيرب ده يا ولاد اخره او اغ. واحد يقول يا مستر هكنسل الاو اغ واصرف بقى الفيرب عادي خالص، جال، تو ال، الى، الكلام ده. لكل قاعده يا ولاد استثناءات. طبعا فيرب الي ده فيرب ايريجولييه، فيرب ايريجولار، فيرب ملوش قاعده، هو فيرب اخر او اغ بس مش من ضمن اللي بخمي جروب، يعني اتحفظ زي ما هينكتب دلوقتي. الي احفظه زي ما هو موجود بالظبط كده. الي بيبقى جو في، تو فا، ايل فا، ال فا، اون فا، نو زالون، فو زالي، ايل فون، elles vont. ايه ده يا مستر فين الفيرب؟ قال هو ده الفيرب يا ولاد، خلاص ده فيرب الريجولار، فيرب احفظه زي ما هو كده. يبقى عليه بيتحفظ زي ما هو كده، عليه ده ملوش بالقاعده اللي احنا قلناها، عليه ملوش علاقه باللو فيرب او اغ، خلاص. يبقى عليه جو في، تو فا، ايل فا، ال فا، اون فا، نو زالون، نو زالون، فو زالي، ايل فون، elles vont. اخلي بالي مع نو والفو بنطق الاس زد. يبقى تاني فيرب الي، جو في،
Je vais, tu vas, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, je répète le verbe aller. لازم نحفظ كويس جدا. Allez, je vais, tu vas, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. طيب لكل زمن keywords. يعني احنا لو اتكلمنا على الماضي لو باسي كومبوزي هقول لي مثلا ايير امبارح افونت ايير اول امبارح لاست مين باسي الاسبوع اللي فات وهكذا. طيب اعرف البريزون منين؟ قال لي في مو كلي يا اولاد، مو كلي الكيوردز عندي، في كلمات دلاليه عندي اعرف منها ان هو لو طون الزمن ده بريزون. في كلمه من الكلمات اول ما اعرفها اعرف ان انا بتكلم عن البريزنت. ايه هي الكلمات؟ اول كلمه كلمه aujourd'hui 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 today اليوم دلوقتي النهارده aujourd'hui يعني النهارده او اليوم. عندي تاني maintenant الان حالا. عندي برضو chaque semaine كل اسبوع chaque semaine. طبعا هنا كلمة شق مش سومين، يعني مثلا شق لاندي كل اتنين خلاص، شق موا كل شهر، شق اني كل سنة أنا بعمل كذا. طيب شق سومين كل أسبوع. أسمومو أو أسمومو أسمومو يعني في هذه اللحظة. أسمومو في هذه اللحظة بل هي برضو عندي سوسواغ يعني هذا المساء، وبلاقي طبعا سو ماتان هذا الصباح. يبقى تاني يا ولاد موكلي، الموكلي بتاعت البريزون هي يبقى ايه الكلمات الدلالية او الكي ووردز بتاع البريزنت؟ اوجوردوي النهارده، ماتنون الان او حالا، شاك سومين كل اسبوع، سو ماتان هذا الصباح او النهارده الصبح، سو سوار هذا المساء، واسمومو يعني في هذه اللحظة. طب بعد الأمثلة أو الإكزرسايز المتنوعة بولي كونجوغ لو فيرب أو بريزون، صرف الفيرب فين؟ في البريزون. نو مونجي سو روبا، نحن نأكل هذه الوجبة. ها واحدة يلا هتبقى إيه بقى؟ هو هنا عاوز فيرب مونجي مع نو. برافو، بشيل او ار يا مستر تمام، واحط او ان اس او ان اس تمام، هتبقى ايه مونجو؟ غلط. قال لي اعمل ايه؟ قال لي الفيربات اللي اخرها جي مع نو بحط بعد الجي او. مونجو نو مونجو سو روبا، نحن ناكل هذه الوجبه. المثال الثاني فو شونتي بيان، انتم تغنون كويس، بتغنوا كويس جدا. طبعا فيرب شونتي فيرب اخر او ار، عايز الفيرب ده مع الفو. ها قال لي سهله جدا يا مستر، شيل الاو ار، شلناها الفو بتاخد ايه؟ برافو او زد. فو شونتي بيان. نو كومونسي لو كور دو فرونسي، احنا بدانا حصه الفرنش. طبعا فيرب كومونسي، فيرب كومونسي يبدا يا مستر، هشيل الاو ار واحط او ان اس، بس اركز الاحظ ايه الفيربات اللي اخرها سي مع النو، بحط تحت السي 5 الصغيره دي علامه السي دي CD عشان انطق السي اس. كومونسون جو ناجي دون لابيسين، طبعا فيرب ناجي يعوم، او ار هشيل الايه الاو ار واحط او، جو ناج دون لابيسين. مثال اخر او بكده بنتهي الفيديو حبايبي. يبقى احنا النهارده حبايبي اتكلمنا عن لو فيرب او ار، قلت لو فيرب او ار ده ما اسمها فيرب بروميير جروب، فيرب بروميير جروب فيربات المجموعة الأولى أو فيربات الفيرست جروب، لو بروميير جروب. العلامة المميزة ليها إن هي بتضم كل الفيربات الأخرة أو إغ، وعرفنا كل الفيربات الأخرة أو إغ. قلت أنا بحذف وكنسل الأو إغ، تمام؟ بحذف وكنسل الأو إغ وأضيف ليها النهايات اللي إحنا عارفينها.
ايه النهايات اللي احنا عارفينها؟ قال لي مع جو وليكن مثلا الفيرب ده قال انا بضيف مع جو او مع تو او اس مع الايل والال او مع الاون او مع نو او ان اس مع الفو او زد الى فيك اس ولا فيك اس او ان تي. يبقى انا دلوقتي يا ولاد حذفت الاو اخ وضفت النهايات ديت. طب النهايات اللي انا ضفتها دي ما بنطقهاش، انا بنطق بس او ان اس بنطقها اون والاو زد بنطقها ايه؟ جو روغارد تو روغارد ايل روغارد ال روغارد on regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. طبعا حالات او قواعد المجموعه الاولى ديت كتيره جدا. خلاص انا جبت لكم منهم بس قاعدتين اتنين، قاعده جي وقاعده سي. قلت لك ان مع جي انا بعد النو بحط بعد عند الفيرب مع النو يعني بحط بعد الجي او بحيث انها تبقى زي كده. يبقى دي القاعده الاولى، قلت لكم الفيربات اللي اخرها جي ها مع نو بحط بعد الجي او. ليه بحط او؟ عشان انطق الجي جي. القاعده الثانيه قلت لكم الفيربات اللي اخرها سي، قال لي بعمل ايه؟ قال لي الفيربات اللي اخرها سي بحط يا اولاد بعد او تحت حرف السي لاكسون سي دي، لاكسون اللي هي علامه فايف ايه صغيره كده تحت السي زي ما انتم شايفينها كده، عشان انطق السي يا ولاد انطق السي اس، عشان انطق السي اس بحيث انها تبقى كومونسون. خلاص ذاكروا الفيديو ده كويس جدا، احفظوا الفيربات اللي جت في الاول الامثله وبعد كده القواعد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنوم مغصيبو فو الى لا فوا بروشين، او ريفوار.